السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتواجدوا الان بالمدار اللي كيدخل البني خلف وكذلك كيهبط لوتوروت عبر طريق الرابط بين الرباط والدار البيضاء. انقلاب شحنه من الاجور الاحمر بهذا المدار مما تسبب في عرقله للسير، وربما الحموله كانت اكثر مما هو يلزم، ربما هناك عطب تقني بالعربة أو بالشاحنة، ربما هناك عدة أمور دفعت بهذه الشحنة أنها يعني تغير المسار ديالها وتقلب وتسبب هذه العرقلة هذه. هناك عدد كبير من هذا الأجور الأحمر اللي طاح في الجنبات ديال الطريق، ليس في وسط الطريق وإنما في جنب الطريق، لكن الشاحنة سببت في عرقلة لهذا المدار اللي أصبح الآن يعرف هو براسه ما عرفش كيف ما كنشوفوا الان على ان الطريق صحت يعني ضد طريق عمرات، ما بقاش يعني كاين اتساع في هذه المداره هذه كما كتشوفوا، لان المداره هذه هي مداره كيكثر فيها الحركه والجولان، يكثر فيها الحديد بزاف القادم من الدار البيضاء او من الرباط او من بني خلف. تسبات هذه الحموله ديال الاجور الاحمر في عرقله السير، كتبقى دائما بعض الشهود العيان اللي ما بغاوش يظهروا يبانوا في الصوره كيقولوا على ان الحموله يعني كانت عاليه بزاف، لكن ما كاين لا سرعه لا والو، السرعه ما كانتش، وانما اللي كان وهو ان الحموله ثقيله وعاليه بزاف كما كتلاحظوا على ان الشاحنات والسيارات اضطروا على انهم يطلعوا فوق الرصيف باش يدوزوا لان الطريق تسدات، الطريق تغلقات شبه نهائية تقريبا، ما نقولش شبه نهائية وانما تقريبا، وتسبات في العرقلة ديال السير في هذه المدارة، المدارة اللي كتدير الدخل المحمدية، وفي نفس الوقت هي مدارة اللي كتربط ما بين طريق السيار وبني خلف والمحمدية. طريق سيار المؤدي الى الرباط والدار البيضاء كما كتلاحظوا، هذه هي المدارة هنا فين وقع المشكل ديال انقلاب الحمولة او الشحنة ديال الأجور الأحمر. لاحظوا معايا هنا طريق ديال الدار البيضاء وطروت كما كتشوفوا، طريق هاهي ولات مبتدة. طريق عمرات والمدارة أصبحت ضيقة بعد ما كانت متيسعة كبيرة. السبب ديال هادشي كاع كامل هو الحمولة الزائدة، باش نكونوا واضحين، الأغلبية ديال وقفوا ناس حريفية، شوافر حريفية وقفوا وشافوا الحالة وكاع كلهم أكدوا لينا وصرحوا على أن الحمولة الزائدة هي السبب في هاد الحالة اللي وقعت ديال انقلاب الشحنة ديال الأجور بهاد المدارة الرابطة بين بني خلف والمحمدي والمؤدية إلى طريق السيار الرابط بين الرباط والدار البيضاء.
وهذه البلاصه هذه كتعرف واحد الحركيه مأهوله يعني ما كتوقفش. لكن هنا كما كتشوفوا معنا هنا البلاصه فين تقلبات الشحنه ضيقات الطريق، ما خلاتش الطريق تبقى واضحه وما خلاتهاش تكون سالكه. لاحظتوا مزيان ملي كتكون شي شاحنه، شاحنات كبار كيضطروا على انهم يطلعوا فوق التروطوار سينو ما غاديش يقدر يدوز. كما شفتوا معنا كما لاحظتوا هذا مشكل، هذا مشكل كبير، مشكل ديال الحمولة الزائدة. سلام الله السلامة، ما وقع شي، كاين غير ديكا ماتيريال في السلعة فقط، ما كاينش شي حاجة في الأرواح، ما كاين حتى حاجة، قدر الله ولطف الحمد لله. وسوف نوافيكم بالجديد إن شاء الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.